Fíjate que yo a tan nivel folder que no, que folder que acá no, ¿pasa? Yería, am window de tan nivel verdad, ¿pasa? Mrabá pialan window, ¿pasa? Kem window tan nivel verdad unbox window'e, yería la toolbar reserve'e, la toolbar reserve'e, mesela aynı şey diye. Yekem ya, relay de sarrasa o, save button manhe, save button manhe, ¿pasa? ام بطنانه نایی خوی هی هر یکو ایشی که خوی هی و هر یکو نایی که خوی هی یکم یعنی پیلن چی؟ پیلن close close button close button یعن exit button اما چی اکات؟ لم ویندوی اچه داره او اما ایشه که چیه؟ لم ویندوی اچه داره او کاتی که close اکین لسه ویندو که نامینه باشا؟ دوم یعنی چیه؟ دوم یعنی چیه؟ دوم یعنی پیلن minimize یعنی maximize button مینیمایز افو او ایتنی شدی ماکسیمایز بطن ماکسیمایز بطن چیه؟ اما ویندو که با پراپر ایشاش که بود گوره اکات تیگی؟ اوا به با شکلگه شی اوای لیت او پیالن چی؟ مینیم با ماکسیمایز بطن ریستور داون یعنی وکو خوی لیکره او پیالن اکسی مینیم ماکسیمایز پیالن ریستور داون باشا؟ اما اوکی صوتم باشتر ایسا اما ماکسیمایز پیلن اوت مان چی پیلن اما یکم یان کلوز یان اگزیت بتن اما ماکسیمایز یان مینی رستور داون رستور داون ی پیلن ات ما کات میوت کا دوست داشتم اما دیره تا که پیان وقتی ماکسیمایزی که لیره بام باتنا لیره ای که باشه دومیان چی مانه؟ اما بو مینیمایز. مینیمایز اچه تا شو؟ اچه تا تاسک مانی چلو؟ آوا اچه تا ایرو؟ تا اچه تا ایرو پیان اچه تا تاسک ریزی تاسک مان تاسک بارکاتو. اما ایسترو پیان چی تول بار؟ تا که لیره اچه تا ایرو پیان تاسک بار باشه؟ بار یعنی شتی دیریش که مجموعه ایشی لسرم باشه اما یکم یعنی چه اگزیت بطن ماکزیمایز بطن مینیمایز باشه اول شی انت اندکه هناکه الماکزیم الکلوز بطن لو الاگزیت بطن تین آتوم ایگولو علی کلوز بطن لو اگزیت بطن اوکی علمود طف یعنی شون تخرج من هاي الویندو اللي انت علی بس انت یعنی راح يعني في راح يروح هاي الويندو بعد ما ترجع على هاي الويندو لازم انت تفتحها مره ثانيه اوكي والماكسيمايز عباره عن يسوي فيت على كل الشاشه يعني يروح على كل الشاشه يعبي كل الشاشه اللي قدامك يقولون عليه ماكسيمايز وترجع على وضع الطبيعي يقولون عليه ريستور داون ريستور داون اوكي والثالث شيء هو عبارة عن مينيمايز مينيمايز هناك على الشاشة على الديسكتوب ولما تدوس على مينيمايز راح يروح على التاسك بار مرة ثانية هم تقدر تفتحها اوكي لو محتاجها الفولدر تقدر تفتحها مرة ثانية وراها اكو اسم على التول بار موجودة عليها ال ال الاسم الفولدر وراها هاي الشغلة هناك انت تسوي ديليت لو تضيف له اسم لو اي شيء انت تريده لو بعدها وراها شكو هاي الشغلتين يقولوا اندو وريدو هسه اقول لكم الاندو والريدو شنو استفاده اوكي وراها اكو موجود الفولدر كريت نيو فولدر انت تقدر تسوي نيو فولدر اوكي يعني نفس الفولدرات الجديده انت من خلال هناك هم تقدر تسويها نيو فولدر لو من عند سقط التظهر هناك والثاني شغله البيج بروبرتيز اوكي بيج بروبرتيز من خلال الت وانتر هم تقدر تسويها اوكي لو من خلال ال شلون من خلال ال ال هاي البتن هم تقدر البيج بروبرتيز تفتحها اوكي هاي الاسم مالته هاي الشغلات مال تول وراها تول اكو شغلات ثانيه بس خلينا اروح على هاي الشغلات هسه اقول لكم السايزات اللي عندكم اوكي يعني انت لو تريد خلي يقول بال
ريستور بالريستور ده السايز مالتها، انت تقدر شلون تسوي حركات يعني تنقل هاي الشاشة لمكان ثاني على مود تشوف الاماكن الثانية اللي انت تريده تشتغل عليها. اوكي، يعني على حسب المثال انت تريد، خلينا نقول ما تسويها شاشة كاملة، تريد نص الشاشة، شلون تسويها؟ شلون تسوي؟ اكو شغلات ثانية على الكيبورد، هم شغلات انا سويتكم بالفيديو، حضرتكم بالفيديو على مود هاي الشغلة، بس انا اريد هسه على العملية سوينا. شلون؟ انت تدوس على السنتر مال هاي التول بار، يعني تدوس عليه بالليفت كليك، وراها تروح على يمنى لو يسرى، يعني على حسب اللي انت تريده. وتقدر هم تقدر هم تختار الشاشة مالتك على النص، ولو الديسكتوب باينه كنص الشاشة. اوكي، هم تقدر تختار السايز مالتها. وراها اكو شغلات انت لما تدوس على اتش، اتش يعني الطرف ال اتش بي ال ام بي كردي، شو جي بي ال ام بي اتش بكردي، بس الزاويات، الزاويات بس زاوية بو سو مربع نابي بو لايك نابي بو نو سنتيمتر، بس زاوية هاي الزاويات هناك تقدر تشوف هنا السهم صارت متغيرة، تقدر تكبرها لو تصغرها انتو حسب القياس مالتك انت تريده. لو هاي الزاوية انا اقدر vertical horizontal اثنين اتوم اقدر اختار يعني السطر والعمودي والافقي. اوكي، اثنين اتوم اقدر اسوي السايز الشيب مالته، الشكل مالته اقدر اغيره. اوكي، عن طريق شنو؟ لما اني اروح لازم تغير الماوس مالتي، يلا اقدر اسوي هاي الشغله. اوكي، هاي بس يوم ما كنت كلاسات تول بار، كلاسات تول بار لدوي ناوكو من اي فولدر كيا ناوكي داوا ديريا اتوانين ب ما تعيش تي كي تي اندو تي ديليت تي اندو تي ريدو تي ريدو اندو بيت عالم شلون يشغل، يعني فولدر كي تازه دلو ساكن اوكي ديريا فولدر كي تازه دلو ساكن، يعني كنترول وشيفت وين يشغل اين شيت في دلو ساكن، يعني شيل سر page properties اكيد يعني folder properties شيل سر تاني بيكينو سيري كم تانية folder شيء وشينية يعني مواصفاتك هني بيكينو دو اي هنا سر tool bar رو باندو دو ريدو لقال ام اكتس ام tool bar tool box تاني كلا بردم تانا باشا جالا بين سر ويك لسوتش كان ام كاتك تو ام ويندو كليك لايك شاب كين اتواني كليك لنا وراتي شو نكي بطالة ليريا بس ليريا كري ليريا ناكريها ليريا لم سوتش ليريا اتوانی بی جولنی بلی خو من هر بی خینه هر سوچه گو کامانه باشا اما پی گاتو لچی اما پیلن موفین فولدر یعنی او ویندو فولدر کان یعنی موفین ویندو هر بابتی که بیم لگل ایشا لسوچه کانه اما پیلن ایج کانی سوچه کانی اتوانی پیاسه کانی دستگاری کنه پیاسه من حال جنی هم چوتری کنه یعنی لیره پیاسه کانی لیره و دستگاری کنه بلای اسویت تونی هر دوشن اتوانی دستکاری کن بس امانا یعنی اسویه یعنی ستونی اوکی لیره اتوانی شتیگه بکنیم به امان همو کامل شاشه کامل نبی اگر بیم بود سر و همو شاشه بو همو شاشه کنیم وکو ماکسیمایز وای بیم بلای چپ تنها لایشی من یعنی لفت یعنی رایت من بو کرد باشه یعنی سوچی شی برین سوچی خواره و یعنی سوچی سر و یعنی سوچی املا با بیل لفای یک لسات چواری شاشه که من بود دایش فیره کرد آو باشه اما پی الان ریسایز کردنی ویندو کرد یعنی خوب قیاس دانانی ویندو کرد فوت دادلی خود ایش پیتی آو دانی لان شاشه کت گوره به سم شاشه ایده بر دیم نه پانزه اتوانی دو شاکم اتوانی شاشه که با قیاسه خود که شاشه که گوره بود اتوانی مجموعه برنامه زیادی لفته دا بودم باید دخم هم مصاب بینم بس جور صوتی هم گرد زانه هیچ لهمه نو کشه که زور چاکم این سر چی؟ ولی به حضاقی بودم راست کم
تاكس فرمان والله لا يمنو كشف منيت شون كلا يمنو مو طبي لا يشم لله وي كنت ركي جو اللي يقري يعني اجي كشي بيركو ودقيق يا مالا ببول تشي كمان هي تشي كمان هي ليريا لبشي خوار تو بوكسو في المانيا بايا كم شهر دان اندو ريدوتشي اندو ريدوتشي اندو يعني قرانوا قرانوا يبو خالق لو بيش فهموي خال خاله بابلين مثلا سامن اما ديليتكم شو بغلا ديليتم كر اي شون اندو كم ليراها اندو ايشاغا اندو ايشاغ بيلن اندو قرانوا باش غاز بونو باشا يتو جيغ اخوي ريدو تشيا ريدو اكتي اندو يعني خالك مثلا تو خالك دانا او خالك شي من استاب بيشت بيجي ديليتي كم او ايتي انا بو اندو ريدو تي انا بو بلام كاتك ديليتم كر خالك دانا بو قرانو بو تشنو بيش يعني ساقر ريدو كم اسرتو باشا اما اندو ريدو بيلان باشا اما اندو ريدو باشا بو اويتي بغن كا اندو ريدو تشي اندو ريدو هو عبارة عن شنو العبارة عن اندو ريدو هو عبارة عن شنو عبارة عن انت من خلال الخطوات اللي انت تسويها اوكي كل شغلة انت تسويها هو عبارة عن خطوة وهاي الخطوة الاندو يرجع لك الخطوة اللي قبل اوكي والريدو عبارة عن يقدم لك الخطوة اللي انت سويته ورجعت بيه اوكي هو عبارة عن هاي الشغلة الاندو والريدو اوكي هو احنا نريده الاندو والريدو على مود يعني شلون الستيب باك يعني احنا نريده نرجع لورا على مود الشغلة اللي سويناها هو عبارة عن الشغلة اللي سويناها هو غلط شان اوكي والثاني شغلة احنا اهم نقدر نسويها من خلال الكيبوردات الاندو كنترول وزد والريدو هو عبارة عن كنترول واي اوكي هم تقدر من خلال الكيبورد نسويها اندو ريدو بكيبورد شطواني بيجين كنترول وزد لقل كنترول واي كنترول وزد بو اندو كنترول واي بو شيا بو ريدو ليريا ليريا لفايل شي معنى فايل ليريا كايكيني و بيرن خوار تول بوكس اكتايا باشا اوبن نيو ويندو مان هي لقل اوبن نيو ويندو كي تازا اكاتو سيري كان باشا ليريا اوبن نيو ويندو ان ذا نيو بروسيس يعني لبا شوني كي تازا بكاتو فالدر كي تازا بكاتو باشا ما بس بو ايش كرنا بو اواني خود بلا اماني كي زور ايش تياكري هما شيرا فيو سي باشي ساريشي ماني شي سي باشي ساريشي ماني باشي يكم يان باشي يكم يان بين تو كويك اكسس يعني شي ليريا بين تو كويك اكسس اما اوكو هان بيوان هالي واسي با كويك اكسس كويك اكسس شي أمريكا ليريا أكسسي بس ريعي بو ليريا داني باشا بيا كم يان شي ماني كوبي ماني بيست ماني دي سانو جاليجا كات ماني كوبي باث ماني كوبي باث ها أما أنوانكي كوبي كات باشا بيست شور كات ماني يا موف تو مان هي أما بس ريعي خاطر شوني كوكا بوت يا كوبي تو ماني بي خاطر شوني كوكا بوت ديليت مان هي رينيم مان هي خو مان مان همي خوين لباشي أورجنايزا نيو ماني نيو تشيا اوكو نيو فولدر و ماني دروسكي شتي كي تازو دروسكي بروبرتيز ماني بروبرتيز او بوكا جوري شتاكاني بيوتي نيو فولدر اكا تشان كيا سي تي ايا مي ازاتا كاني ليرا اوبن ماني اوبن تشيا لباتي ويدو دبل كليكي لساركي اتواني تراغي اوبن بي كيتو ليرا اما اوبنا اما هيستوريا هيستوري تشيا تشانك نو فولدر كان ما يجتو بو تينيت يعني نو اوف هيستوري كان فولدر كان يبقى لنا وابو انجا تواني بي اوني كي انجا بو تينيم بلا من بيس ان بيني ما زوري جيش فينا كان سلك ماني سلك چه دياري كردن دياري كردن دياري كردن يعني چون
يعني شلون بقولها؟ كاتك تو ليريا دو سير رقم ان هي بو سيلكت كي يان برقي كليك كردن ما بيلان سينجل سيلكت باشا سينجل سيلكت كاتك تو يك كليك غير سري ام سينجل سيلكت يبان سيلكت اول شونا ما عرفتش انا امو ما سينجل سيلكت ام يك داند يعني كراوي بنيت سيلكت اول اما اتوانين هموي اوا بماوسكا سيلكت اول كي باشا inverse selection هي inverse selection دانيك سيلكت كي ده سيني با كنترول دانيك سيلكت كي ده سيني با كنترول دانيك سيلكت كي اما بلان اواني كي بدلتا سيلكت كي اما بلان شي inverse selection باشا inverse selection باش اما انا همو سيلكت كدو اميت همو سيلكت كم بس سيلكت اول باشا inverse selection ام بكم باشا اما بو يعني اوي كدياري كدو اواني كم بو دياري كاي بيج گلما باشا انفيرز يعني اكسكي اي هموين دياري كدو امي چين بو دياري نكا سيلكت نون سيلكت نون يعني هيچ داني چين بو دياري نكا اما جو رکان سيلكت يا ما ماوس كين يا ليره وي كين يا بچي كنترول او باشا كنترول او همو يكا كنترول اي همو يكا لگل يا يا داني سيلكت كين دو اواني كش سيلكت كين باشا كنترول لان ابين كليك كليك اتوانی دانه دانه سلکت کنی اما لا هما لا شیره چی معنی تو فایل اکتی اتی بینیری به ایمیل یعنی زی پی کی یعنی بخیط سی دی اکو یعنی ادوانس سکیورتی با دانی هر بابت اگلی اوشتانی که خود اتی ویو باشا هوم و ویو زور بیکار سلکتی ویو چونه اما نافیگیشنه اما ایم لیسه چه پیلن چی نافیگیشن اوکی امی دسته چه پیالن چی؟ نویگیشن باشه نویگیشن پین باشه اتوانی لیبری اتوانی دینی تو expand to open a folder یعن show all folders یعن مثلا show labels اتوانی امانی بو زیادی اما تنه از دی اپشن نه امال preview panel ام دیده سراتی بو دینی مثلا سام اگر رسمی که تیه بیه لیره باشه رسمی که بشانه preview pane باشه یان دیتیلز بین اما پدله ناو کانی اما اویه او اویه او اخیر جا دستکاری کرده اما معلومات که لسرینه باش لباسی لی آتا لباسی لی آتا چی معنی جورا کانی معنی اتوانی او پشانه باد یان تایتل پر تایتل او یان اکسترا لارج آیکون یان لارج آیکون لا لیست کانتین میدل آیکون میدل آیکون دیتیلز او چون اتوی کم یان حزلی خود اتوانی پشانه باد رقی که معنی بچه لیره اگر نشینه سر فیو لیره اتوانیم پشان مان با لیره اتوانیم با شکلی که معنی پشان مان با اتوانی اوا پشان مان با یعن بشه وی دیتیل با بینه سر فیو لیره اتوانی سورتی کن سورت یعنی چی؟ یعنی ریزبندی کن ریزبندی کن با پی چی؟ با پی A to Z یعن دیت مودیفای تایپ سایز دیت کریتید یعن اوترگان تاگ تایتل دیسندین اسندین ان چوزین کالون بلی خود سورت بو چی بکاری سورت بو اوه که تو بتوانید مجموعه اشتت هی با چی با چی دستگاری که یعنی با ریزیگی با او سپیشالایزی که خود داره سپیشالایز یعنی تایبدمندی که خود ایشی بیگه اوکی اما بو تایبدمندی که خود ایشی بیگه سورت داره یعنی گروپی که گروپی که به اشتانی که خودت هست اما نه زور لیسته بکر نهانیم بلا موی تاکشت که امید با تن باز کم او کسی پرسیاری که بودی چون هیدن آیتم هیدن آیتم ابی ای فولدر اگه کم یعنی فعال اگه کم بابلین وای دانی اما لیره ام فولدر امانی باشم چون با موی اما بشار بو اما بشار مو بلا اگر اوی کسی که بیت توانه اگر اوی لیزان بیت توانه اما دوزه تو پلا ما بس لیو چون بیشار ما تنها لیره چکین کلیک لیراف شب چین پروپیتیز لیره کلیک لحای دکی حالا این بو مام شاده باشا حالا این یس دیو اوکی کن لیره خود دیاره هر جاره ها بکالی دیاره ایتون بیشار ما و ویو اکم ام حید ایتم لارو باشا اهن لیره اینما اگر بیم کلیک لیب کنم اتوانم بیبینم اگر بیم هایده که لابم یعنی پروپرتیز هایده که
لا عشان اما ايش اللي هو هايت هايت ايت ماني كبات يكن عشان ديره شاطاني هايت سيلكت ايتم كي بو اوي نتشي تا بروبرتي تاين دياري كي تو هايدي كي عشان ما هايدي بي جاري كي ان هايدي كمو اوا تتو ناي او بو فرساري كي برزه كدي لكاتي بدايتها وكذا اسمعنا كبع عملي ما بين ما نتشته احنا حكينا بالمواضيع مال الاندو والريدو. اول شيء اللي احنا نحكي به هو عباره عن ثينج تو اكسس، يعني انت تضيفه على هناك لو تسوي كوبي والبيست موجوده، كليب بورد موجوده هناك، كوبي بيست وكاتو كوبي باث، انت تعرفون الباث يعني عباره عن اللوكيشن مالته، كوبي باث لو انت تريد تنقلها على مكان ثاني، لو تسوي كوبي على مكان ثاني، لو ديليت موجوده، لو الرينيم. اوكي، والثاني شغله موجوده انت تقدر من خلال نيو فولدر تسوي نيو فولدر جديد على هاي الفولدر اللي قدام. اوكي، البروبرتيز احنا نعرف البروبرتيز مال هاي هاي الفولدر، احنا عرفنا شلون راح نفتح البروبرتيز. والسلك احنا عندنا السلك عباره عن شنو؟ عباره عن تحديد الملفات اللي انت تريدها. احنا عندنا خلينا نقول احنا عندنا احنا نريد نختار واحد، اي من ضغط الزرار الليفت كليك تقدر تختار اي واحد، تسوي سلك على اي واحد اللي انت تريده، يقولون عليه سلك. احنا نريد سلكت اول، شنو شلون نقدر من خلال الماوس نسويها؟ هاي المربعات الاخضر تقدر تحدد المكان اللي انت تريده، لو من خلال الكيبورد كنترول اي، لو من خلال السلكت اول. اوكي، هاي عباره عن سلكت اول. لو احنا نريد سلكت انفيرس سلكشن، يعني انفيرس سلكشن عباره عن مجموعه تحديد مجموعه من الملفات اللي احنا نريده، يعني عن خلال انت تحدد اول واحد وراها تدوس على كنترول وتسوي كليك على الملفات اللي انت تريده، هاي يقولون عليه انفيرس سلكشن. باشا احنا ما نريد شير على مود، هو مو يعني ضروري لحد الان، بس الفيو احنا عندنا هاي اللي قدامك هناك يقولون عليه نافيجيشن بين بان، نافيجيشن بان هو عباره عن دليل الملفات، يعني خلينا نقول دليل الملفات، انت تقدر من خلال هاي النافيجيشن تقدر تنقل مكان لمكان سريع. اوكي، بريفيو بان بان عندنا، الديتيلز بان عندنا، الديتيلز هو عباره عن يقول لك النوعيات مال الملفات وانواعه، يعني المواصفات مالتها. لو البريفيو بان على مود الصوره الملفات، انت تقدر من خلالها تشوف النوعيات مال الملفات، وهم تقدر تكبرها على مود ما تفتحها تشوف اللي بداخله. اوكي، هاي الملفات اللي احنا عندنا. اوكي، هاي البريفيو بانل والديتيل بانل، اللاي اوت احنا عندنا الشكليات مال الفولدرات اللي احنا نريده نكبرها نصغرها نشوفها نشوف الاسماء مالته، ولو من خلال هاي الشغله هناك موجوده هم شوفها بوتنين هم موجوده، لما تروح على فيو موجوده، وهناك هم موجوده. والثاني شغله السورت، يعني ترتيب الفولدرات لو الفايلات على حسب شنو تريده، على حسب النوعيه، اسم الديت موديفاي تايب سايز تاج تايتل اسندين ديسندين اللي انت تريده. لو احنا نريد نسوي هايت على الايقونات اللي الفايلات اللي عندنا، خلينا نقول على حسب مثال انا اريد اسوي هايت على هاي شغله، لازم اول شيء احدده واروح على هايت، ادوس على كليك هاي، بعدين اختار الهايد ايتم، اسوي انشيك على هاي الشغلات، هاي راحت بس هاي محذوفه. اوكي، تريد ترجعها تسوي هايد ان هايد ايتم، هايد ان ايتم،
وراها ادوس عليه واسوي كليك على هايد سيليكشن ايتم، اوكي؟ ارجعها نفس كما كانت هي، اوكي؟ هاي الشغلات احنا نريده على مود شنو؟ على مود على مود احنا نحتاجها يوميا هاي الشغلات، ونذكر اسمائها على مود نعرف شنو استفاداتها، شنو المواضيع مالتها اللي احنا نريده، اوكي؟ احنا هاي الشغلات لازم نعرفها، فهو نستخدمها كشكل يومي، اوكي؟ كشكل يومي احنا نستخدمها، لازم نعرف هاي الشغلات. والثاني شغلة موجودة يمكن بكل موجودات، خليني نقول ايه هسه موجودة، هاي يقولون عليه سكرول، يقولون عليه سكرول، هو على مود صعد ونزول الفايلات، اوكي؟ الماوس بادات اللي قدامكم عليها حساسات، انت تقدر من خلال ال ضف يعني اما تجيب عنده بنجه ضفرتين اصبعتين، ايه من خلال اصبعتين تقدر تنزلها وتصعدها على الماوس باد مالتك. لو على الماوس موجوده سكرول، على حتى الويلات على الماوس الاعتيادي موجوده، هم تقدر تنزلها وتصعدها لو عن طريق الهاي سكرول. هاي سكرول موجوده هم تقدر تدوز عليه من ليفت كليك وتصعده وتنزله، لو تختار المكان اللي انت تريده من هاي البوتنات اللي موجوده هنا، اوكي؟ هاي يقولون عليه سكرول. سكرول شي سكرول بيك على تولت شي بابلين امام نميت بس ما داونلود باشا ليره فايل كان مزوره بلام جيجا كان يعني اما يبش ما خواره بس شرق يا كاش ما خواره اگر بيم اوا دان دان بش بولا دان دان مش ما خواره زوره بيجي شيك مان هي تيرن سكرول سكرول يبلن لرقي ما وسكته او كاس يا سداني اكري ليفت ليفت كي لي سداني اكري يان او شينه بطل رشانه بيت خواره دان دان ماشا او بيج داني بيلن يان ام بوتناني بيل دان دان تخواره دان دان اما يتخواره يعني شي كمان هي لسه ما وصلت سكرول ويل مان هي سكرول ويل اما بوس برزون اسمي ماشي اما اي شكل لو اني ك ك زوربي ك يتبرشا مان بيلن بيلن شي بيلن سكرول ماشي بيلن شي بيلن سكرول اجا دوا ليريا با سيرج داونلود مان سيرج داونلود شي اما ما سيرج شكل ناو فولدري ك هتا ناو فولدري بدوي شي اگر مثلا اوبي operating system عشان اگر ام بدو ابم اهنه لیره چی تیابه کورس کراوی چی تیابه بم اهنه لو ناوی تیابه ها او تعالی او پی کان لمه اه لمه اه باشا او او پی لمه اه مثلا او پی کی که لمه نه که هر دسکت بلام اوی که یت نای او زردانی که بودیاری کته باشا اما او کو فایند بکاری او کو فایند اگر در او کو دوزینه و باشا نه او فولدرانی که حتی زیر لیره سرژی طول هی سرژی طولش من هی لیره بکاری باشم دو سرژ اگم بجرم ویدیو تن بولیم حاضرم کدو دو شتی که باسه عربي اما بانزا شورت كات كين اطواني سفاري لكي لسر كيبورد باشا